في أكثر من طريقة للفلول بلندر. متخيل إن في عندنا بليد بهذا الشكل، في عدة فراغات مطلوب ملء هذه الفراغات. أبسط طريقة إن نذهب إلى كل فراغ نضغط F، هكذا نذهب إلى كل فراغ ثم نضغط F. ولكن نتخيل إن عندنا وليكن عدد من الفراغات، وليكن 20 30 أو أكثر من ذلك، فإذا الوقت هيستهلك وقت. فإذا ممكن نختار المش ومن مش في الهول نفترض ان بنختار كل المش select all، ثم في الهول تم ملء فراغ واحد، ولكن هنا السايدز 5. كل ما نزود الفراغات هيملى هنا الفراغ، ونزود هذا الفراغ هيملى هذا الفراغ. دي أول طريقة. الطريقة الثانية، الطريقة التقليدية، أو في طريقة advanced، فإن نختار هذا الفراغ ثم F3 fill grid fill. هنا بيقول بيختار الأوفست بهذا الشكل، وطبعا الأوفست هيعمل دوران، والاسبان هيغير الباترن، هذا هي فردي ولا زوجي. هنا برضو نفس الكلام، لو اخترنا كل الجريد ثم اف 3، لو اخترنا كل الايدجز ثم جريد فيل، ممكن طبعا هنا عن طريق الأوفست والاسبان. اعتقد لو اتنين هيبقوا، لأن الشكل غير منتظم، فده طبعا عمل جريد فيل بأبسط طريقة، أو الطريقة اللي شايفها مناسبة. طيب لو ضغطنا إكس، دي كانت تاني طريقة. خلينا نوضح الجريد فيل مرة أخرى. اخترنا الكل ثم اف 3 جريد فيل، الأوفست 1 والاسبان 2. هنا الاسبان 2 والاوفست 1. على هذا الاساس بيتم عمل جريد فيل. في اخر حاجه في الدرس، اللي هو لو اخترنا 2 من فيرتكس وضغطنا الت في، فبيعمل اكستند ويفل بهذا الشكل. Alt V في الزد، هكذا. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.